قبل كم يوم أوكرانيا بحربها ويا روسيا عوزت قذائف دبابات T-72 كمية كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط للبنادق الروسية الطراز اللي يستخدمها الجيش الأوكراني. أو طبعا مع تصاعد حدة المواجهات العسكرية مع روسيا، أوكرانيا ما لها غير حلف الناتو. بس منين يا حسرة، الناتو سلاح غربي وأوكرانيا كل تجهيز جيشها روسي. أمريكا قالت خلاص ما حد يحلها غير مصر، بس السيسي قال شنو؟ أنا إيش عليه؟ لهنا ومترهام علاقاته ويا روسيا ما زالت جميلة بجمال فتيات الوفود الروسية اللي تنشط السياحة في شرم الشيخ. وقال الأمريكا ما فيش عتاد لأوكرانيا عندي، ولا تدخلوني طرف بهاللغوة. أمريكا قالت للسيسي هيك الحكي ماشي من عيوني. أولا نقطع عن مصر إعانات قدرها 85 مليون دولار، وإذا على قذائف الدبابة T-72 واعتاد BKC والكلاشينكوف فراح نجيبهم من بلد عربي آخر. بصراحة أكو مراقبين من سمعوا هيك خبر قالوا بس لا جت للعراق، بس لا جتي تطلب عتاد الأوكرانية بعد ما رضت الطلب مصر، لأنه بوقتها خصوصا وأن العراق كشف بالتزامن مع هذا الحدث أول مرة عن امتلاكه لنسخة محلية من الدبابة المذكورة اسمها أسد بابل، وما زالت هذه الدبابة عاملة في الفرق المدرعة للجيش العراقي لحد الآن. وطبعا استمرت الهواجس إلى أن قبل يوم أعلن عن أنه الدولة هي المغرب وليست العراق، لكن هيج خطوة ما راح تقدر المغرب عليها، المغرب المنكوبة بالزلزال ما راح تقدر الاستمرار بيها إلى نهاية الحرب، هذا إذا انتهت الحرب. وبالنسبة للعراق بهاي وبغيرها هو واقع بين حانة ومانة بين أمريكا وروسيا، وتقول لي روسيا قليل لأن بعد عدنا وياهم عقود ويطلبون ديون وهم أدفعوا 12 مليار دولار من هاي الديون مقابل تسليمهم جانب من عقود التراخيص النفطية والكهرباء. بس هذا ما يعني أن العراق ما مساند أمريكا اقتصاديا، أصلا أكثر استيرادات أمريكا من النفط هي من العراق. الآن السوداني راح لنيويورك يريد يشوف العراق وين من تلاطم الأمواج الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهل هناك مرفأ. ترى البلد اللي بيمكفي، لأن مشكلة بغداد وكردستان على ديون الإقليم ما انحلت، خلي نقول تأجلت لأن تركيا تراجعت بعد ما حسبت حساباتها بأنها خسرانة من تحويل بيع نفط الشمال العراقي عبر الأردن، وقالوا تعالوا وتفضلوا رجعوا النفط عبر جيهان. ولو ما حد قال ان كردستان سددت ديونها، ولا حد قال الحكومة راح تسلم الاقليم رواتب الى يوم القيامة مجانا، هي كم شهر لنهاية السنة. وعلى فكرة النفط مال كركوك والقيارة مو نفط اربيل للتصحيح والتوضيح، لكن هاي مو كل تحديات حكومة السودان الاقليمية. السوداني ما يريد يخسر ايران بسبب تصرفات عدائية من منطلقات كردية معارضة من داخل العراق، خصوصا وللعراق مع ايران عدة العلاقات الطيبة، لديه اتفاقية امنية تخص منع نشاطات جماعات المعارضة. لكن السوداني دا يفكر هسه بطريقة التنمية وشلون راح يكمل ومنين يمر وشلون يمر، وهنا لازم يقنع ويجمع كل الاطراف على بساط عراقي ايراني امريكي والخليج وتركيا والاردن، بل وحتى الكويت اللي تأزمت العلاقة وياهم بسبب إلغاء اتفاق هور عبد الله من قبل المحكمة الاتحادية. هذا كله والمئة دولار اليوم سعرها صار 160 ألف دينار السوق المحلي، إيش قد يردو يوصل؟ ونقول الحكومة أو تقول الحكومة يا زي ترى مسختوها، نقصد نقول للمضاربين ومن وراءهم. وعلى فكرة حكومة السوداني ما عايزة ضغط جديد فوق ما تكابدة من السفيرة الأمريكية رومانسكي تارة ومبعوثة الأمم المتحدة بلاس خارت من جهة أخرى. النوبة جتهم أنثى ثالثة جنسيتها أمريكية تحاسب الحكومة بعقر دارها على الدولار، ألا وهي إليزابيث روزنبرغ. شنو هاي؟ الله يساعد السوداني كم حانة ومانة، ولو هسه صارت حانة ومانة أم الخزانة. لا ترى حقها حكومته، ما تعرف ضغط خارجي من أمريكا من روسيا من الكويت من تركيا من إيران، لو ما تعرف من استحقاقات اتفاق الكتل اللي رشحته أو وافقت على حكومته، لو من المعارضة لو من الشارع العراقي الذي يريد وما زال الدرب بعيد.